لم تقتصر خسائر تفجير مديرية أمن الدقهلية على الأضرار المادية الجسيمة فقط، هذا المكان تحول إلى ذكرى أليمة لأمهات فقدن أحد أبنائهن. وهنا استقر الحال بالمجند علي الذي لم يسلم أي جانب من جسده من الجروح القطعية جراء الانفجار، لكنه رغم ذلك يحمد الله على بقائه حيا، فحاله ليس أسوأ من زملائه الجرحى الآخرين. ما حسناش بنفسنا إلا وإحنا في المستشفى. أنا ظهري يمكن مش عايز أقول لك يمكن واخدة يمكن 70-80 غرزة 100 غرزة، لا بقدر أكل ولا بقدر أنام ولا بقدر أمشي، وزمايلي نفس القصة اللي كانوا معايا في المكتب. هنا عائلات فقدت مصدر رزقها بعدما أتى الانفجار على محتويات متاجرهم. هذا البائع قضى ساعات طويلة في لملمة ما تبقى في محله ومعها يلملم آلامه متسائلا من أين سيوفر احتياجات أسرته المعيشية. للأسف اللي حصل ده دمر 5 أسر، والأسر دي اللي في محلي بيشوفوا على أسر أولاد، ويعني مسؤولية. مش قادر اروح اتغدى في البيت، انا قاعد في محل عيش اكل عيش، ده بيتي، انا بقعد هنا اكتر ما بقعد في البيت. وفيما يهدأ الرماد تبقى النفوس ثائرة، وهو ما ترجم الى اعتداء بعض الغاضبين على بيوت من يعتقدون بانتمائهم للإخوان المسلمين التي باتت رسميا جماعة إرهابية. كثيرون فرض عليهم أن يدفعوا فاتورة حرب تخوضها الدولة ضد تنظيمات مسلحة يتسع نشاطها يوما بعد آخر، ومعه يتصاعد التحدي الأمني. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، المنصورة.